1-0 مع تقدم فريقه بأول أهداف المباراة بهدف رائع بتمريرة كانت متقنة من ناصر الدوسري واستثمار من مالكم للكرة وتسديد. الله الله، ومن غير سعد بقير، ومن غير وجه سعد، وجابها سعد، ومن بعيد تصعب على المعيوف، والله تصعب، تصعب على المعيوف والله تصعب. عاد أبها مرة أخرى، ما هي إلا دقيقة ليعود أبها في المباراة. الهلال احتاج 31 دقيقة ليكون هجمات عدة من أجل أن يصل لأول أهدافه في المباراة، دقيقة فقط ليعود معها أبها عبر سعد بقير للمباراة من جديد. المعيوف أخطأ وتقدم خطوات من مرمى، سعد بقير أرسل لكرة صعبة في الشباك، هدف تعادل يعيد أبها مرة أخرى وفرحة